بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حبيت أقدمكم هذا الفيديو، برك فيديو قصير، على أهمية تقديم الحصى للطيور، خاصة طيور الكناري والناس اللي تربي طيور الكناري في الأقفاص، وما قليل وين ما تخرجها لبرا كما نقولوا لازم تمدلها الحصى هذه على شكل رمال كما هك، لأنها هي تمثل الأسنان بالنسبة للإنسان، هي اللي تدخل في الحويصلة تستقر في الحويصلة وتخدم خدمتها كسر الطعام. وشكرا وإلى اللقاء.